بسم الله، خلصنا مشكلة الصورة. عايزين دلوقتي نعمل ايه؟ نخلي فيه امكانية الايديت والديليت للكاستمرز. احنا كان عندنا الديتيل، كنا حاطين زرار اسمه الديتيل كده. طب عايزين نعمل ايه في زرار الديتيل دوت؟ انا هعمله بي تي ان انفو عشان ياخد لون مختلف، واخد منه كابي، وعايز اعدل فيه شوية حاجات عشان نقدر نعمل ايديت او ريموف للكاستمر. كنا ناسيين بريك، مش كانت كلمة ايميل لازقة في كلمة فيميل. اد كاستمر كده مظبوط على لاين مختلف بالظبط. تعالى بقى نرجع تاني، معلش لل معلش اخرتني كده عشان افتكرتها. نرجع بقى للديتيلز، ناخد كابي بيست للمرة دي، بس بي تي ان برايمري ده هيبقى مثلا ده للإيديت على سبيل المثال. وعشان يشتغل احنا محتاجين نعمله داتا تارجت، ان هو هيفتح الموديل بتاع الايه الكاستمر، عشان انا هشتغل على الكاستمر ده. مش عارف كان اسمه كاستمر موديل ولا كان اسمه ايه، بحيث انه يشتغل معايا على الوينجين، يعني يبقى شغال معايا ايديت ويبقى شغال معايا في الاد. ممكن نطلع كده في اللينك بتاعت اد كاستمر. ايوه ناخدها كده كابي كلها على بعضها، الداتا توجل والداتا تارجت تمام. امسح بقى الداتا تارجت دي اللي كتبناها لوحدها، بيست توجل موديل والداتا تارجت كاستمر موديل، واقول له بقى الداتا بايند بقى هربطه بايه. انا عايز الحدث بتاع الكليك هيفير لي، هيشغل لي فانكشن بتظبط بقى الداتا دي على الفورم، تطلع الداتا القديمه وتحطها على الفورم قدامي، بحيث الاسم يطلع لو انا عايز اعدله، التليفون يطلع لو عايز اعدله، الايميل يطلع لو عايز اعدله الاخر. فعملت في الحدث كليك هست ايديت كاستمر موديل، سيت ايديت كاستمر موديل دي فانكشن هبعت لها شويه حاجات. اول حاجه لازم افهمه ان انا هشتغل ايديت على الكاستمر، مش ده التايب. الاندرسكور اي دي اللي هو رقم العميل اللي انا عايز اعمل له ايديت، والكاست نو الاي دي ده اللي بالمونجو، كاست نو بعد كده كاست نيم. شوفوا بقى بالترتيب ما ننساش حاجه، والتايتل والفون والجندر والميل، والفون والجندر والايميل. دي كده كل الداتا اللي احنا عايزين نعمل لها ايديت. حلو، هاخد منها كلها كابي بيست، واعمل واحده بقى مين للديليت. بس الديليت هتنادي على الديليت، احنا اصلا كنا مظبطين قبل كده، بس خلي لونها دينجر الديليت، ان الديليت موديل ده كان متظبط ان هو يحذف لو احنا فاكرين. يعني دي التارجت مش الكاستمر موديل، كان اسمه ديليت موديل. وكان بقى الداتا بايند بينادي على ايه؟ هقول له كنت بتنادي على حاجه اسمها سيت ريموف موديل. ايوه هقول له كاستمر عشان يعرف ان هو يحذف الكاستمر. يبقى احنا ما كناش بنبعت في الايديت، مش هقول له ان انت شغال على كاستمر، لازم تكون شغال على كاستمر اصلا. اسمها سيت ايديت كاستمر موديل، هي كانت بتبعت في الريموف بس، عشان الريموف الفانكشن كانت شغاله معانا على الاثنين، على الكاستمر وعلى الكانتري. وبعت له بس الكاستمر انه عشان اعرف ارميه. فشيل بقى كل الباقي ده، انا مش عايزه، انا بس الكاستمر، وابعت له الاي دي بتاعه اللي انا عايز احذفه، واروح بقى على الايه اروح ازود التو فانكشنز دول. تعال نزود بتاعه الريموف، اخد من دي كابي، ادي التايب والاي دي كمان، البيرنت اي دي صحيح، لان انا عايز اجيب رقم الكانتري اللي هو فيها. النوك اوت بيجيب لي حركه جميله جدا، انا جوه طبعا اللوب الصغير بلوب اللي بيمر على الكاستمرز، عايز اطلع لللوب اللي فوقيه. ففي حاجه اسمها دولار ساين بيرنت، ده طلعت اللوب اللي بره، قلت له دوت اندرسكور اي دي، فكده جاب لي الاي دي بتاع
الكانتري اللي بره، لو قلت دولار ساين بيرنت دوت الكانتري هيجيب لك اسم الكانتري اللي هي ايه اللي احنا بنلف جواها دلوقتي. دي طريقه جميله جدا كنا بنلف يعني ايام عشان نعرف نظبط الحته البسيطه اللي عملها النوك اوت دي. على المهم زي هنا هو بالظبط كده، اما بلف على الايه فوريتش على الكاستمرز وبتاع وانا عايز اجيب الداتا بتاعت اللي بره، فبس كلمه بيرنت بس بدور ساين كده طلعتني بره اللوب وجابت من الايه من بره اللوب في الاي دي وفي الكانتري وجواهم الاري اللي اسمها كاستمرز، فخلاص بيرنت اي دي ببعتها وسميته ديليت. علي زي ما احنا شايفين المنظر اهو، اسيف بس سيف سيف وارجع تاني اهو بقى عندي الايديت وعندي الايه وعندي الديليت للكاستمر، بس مش مكمل بيت الناس. تعال نشوف الانسبكت في ايرور. اخش على الايرور وكاتب لي رقم السطر 79 ده في النوك اوت. لا انا عايز الايرور اللي انا سببت بيه في الكود بتاعي. تمام في المودل بتاع عشان الفانكشن ما حطيناش الفانكشن بتاعتنا اللي احنا بننادي عليها بتاعت الايه السيت ايديت للكاستمر مودل، فتقول صحيح ما عملناهاش اصلا، فالاداره هي مش لاقيها. فقلت له نو بروبلم، ممكن ناخد كابي من الايديت بتاعت الكانتري مودل ونبقى نظبطها على ان هي تبقى تمشي على الايه على الكاستمر. ايوه سيت ايديت كاستمر مودل. شيل الكود اللي جواه دلوقتي او نهيشه على ما نبدا، بس يبقى الفانكشن بس موجوده، لان هو لا بالسطر سطر هنهيش كل الكود اللي جوه، هنعمله كومنت يعني كله عشان بس تبقى موجودة لغاية لما ايوه لغاية لما نبقى نظبطها نشوف هنعمل فيها ايه. ايوه كده جاب لي بيت الداتا كده مظبوط. اقفل بقى كده. ايوه تمام كده ادي بيت الناس اهي جابهم لي في ايديت وديليت. الاولاني مش منسق قوي لان ده ما كانش فيه داتا اصلا، ده احنا بعتنا داتا فاضية خالص. تعال نعمل اد كاستمر سوريا مثلا دكتور 3 وحي 3 مثلا عبد الدائم كحيل ورقم تليفون نغير اي كلام، الرقم موجود عشان وقت، والميل تمام وندوس على سيف تمام كنسل ننزل تمام مظبوط، والراجل اتضاف والصوره طلعت وكل حاجه وفي الايديت وفي الديليت. دوس على ديليت قال لي يو وانت دو يو وانت، وعلى طول وعندي ممكن ادلت ما عنديش مشكله خلاص. طيب لو جينا بصينا هنا في الداتابيز هلاقي الداتا بتاعتي اهي. بالاي دي بتاعها الى اخره، انا هعمل ايديت بس لان الشخص ده كان فيه مشكله. ماشي نعمل له ابديت. تعال نعمل ريفريش. كده الدنيا تمام اهي. تمام في 2 بيانات عندنا. تمام ديليت قلت له يس حذفه لي عادل ما عندوش مشكله خالص، يبقى الديليت كده اشتغلت معانا. عايزين نظبط بقى الايه الديليت تاني نشوف. ماشي نجرب يس مسح برضو تمام جدا، يبقى الريموف بتاعه الكاستمرز اشتغلت تمام. عايزين نشتغل بقى ان شاء الله على الايه على الايديت بتاعتها في الفيديو اللي جاي ان شاء الله.